الفكرة هي كانت فكرة مشابهة لكرة القدم أو كأس العالم لكرة القدم. عملنا كأس العالم لجمال الإبل، لدينا بعض المشاركين من دول مجلس التعاون، عندنا أسماء كبيرة، وصلنا اليوم لليوم الخامس من البطولة. المواصفات في جمال الإبل من فئة لفئة، مثل فئة المجاهيم اللي هي اللون الأسود، يعني نحتاج أو نقيمها بناء على ضخامة الجسم وضخامة الرأس وموقع الإذن. أما بخصوص فئة المغاتير فيهمنا كثير التناسق، وأن الإذن تكون نازلة ما تكون مرتفعة، وطريقة تقويسة الخشم. أما بخصوص الأصايل، الأصايل لها مواصفات خاصة، إنها تكون يعني فيها موضع الإذن مهم، فيها تكون فيها رقة شوي في العظم في الخف، ففي بعض المواصفات اللي يعني تحتاج تفصيل أكثر. فبالتالي احنا يتم فحص جميع الإبل المشاركة قبل السماح لها بالمشاركة لكشف عمليات العبث، هي بين قوسين عمليات التجميل في الإبل. Thank you.